مصر بخير. هي بخير، مصر بخير طول ما هي فيها ناس جميلة زي الحاجة أم أشرف. فيها أمان. الحمد لله. طول ما فيها ناس جميله زي الحاجه ام اشرف وايمن وهيب ما شاء الله، يبقى الدنيا هتبقى جميله. من خلال بقى لقائنا استفدنا منها كتير. يعني ربنا يجعلكم كده من فوق كده على طول. شوفي الدعوه الجميله دي بقى بتدعي لنا كمان، يكفي دعوتها ونبوس على راسها ونقول لها انت ام جميله بجد. انت المهرانة والله. ربنا يخليكي يا رب يا ماما ويديكي الصحة. والمدينة كلها مش بس الـ هنا المطرية. انا خلاص انا اسكن في المطرية، مش كل شقة هنا المطرية. لا لا والله انا مش ساكنة هنا في المهندسين. ايوه المهندسين بقى. ما انا هاجي اسكن هنا عشان كل الشغل هنا. كل الشغل هنا.